السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ النهاردة هنتكلم عن روتين البشرة المختلطة. بس قبل ما نبدأ بيها، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. النهاردة زي ما قلنا هنتكلم عن البشرة المختلطة. كنا قبل كده اتكلمنا عن فيديو ازاي نحدد نوع بشرتنا، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت عشان اللي متفرجش عليه او اللي بدأ يتفرج عليا ولسه جديد، اهلا بيكم في قناتي. النهاردة زي ما قلنا هنبدأ بالبشرة المختلطة، وزي ما قلنا معظم البنات بشرتهم مختلطة، ومنهم انا وكتير مننا جدا بشرتنا مختلطة. من اسمها كده البشرة المختلطة يعني فيها دهون، وخصوصا الدهون متركزة في التي زون واللي قلنا عليه اللي هو الجبهة والأنف والدقن، وباقي البشرة بيكون جاف أو عادي. يعني ممكن اللي هو الخدود، والخدود بتكون جافة أو عادية أو طيب. برضو إيه هي أنواع البشرة المختلطة؟ برضو في أنواع البشرة المختلطة، مش لازم تكون بشرة مختلطة يعني مثلا منطقة التي زون دي لازم تكون دهنية، لا، ممكن تكون البشرة مايلة لدهنية وده بيكون التي زون فيها دهن جدا جدا، وباقي البشرة عادي او مايل لدهن خفيف، مايل لدهن خفيف، مش بيطلع زيوت كتير، يعني مايلة العادي خالص، تمام. او البشرة التي زون ده مايل عادي وبيكون باقي البشرة جاف. زي ما قلنا مش لازم كل البشرة تكون دهنية، او مش لازم التي زون او اي بشرة مختلطة لازم تكون دهنية، لا، ممكن يكون التي زون عادي وباقي البشرة مايل لجاف، او التي زون دهني وباقي البشرة باين مايل عادي او مايل لدهني خفيف. طيب في علامات تانية بتأكد نوع البشرة المختلطة لو احنا لسه مش متأكدين ان بشرتنا مختلطة، في علامات تانية بتأكدها، وهي المسامات الواسعة اللي بتبان في وشنا جدا لما بنبص في المراية وبنقربها بنلاقي مسامات واسعة، بنلاقي كمان رؤوس سودة وخصوصا في منطقة الانف، وكمان في خطوط الوجه، في خطوط وجه حتى لو احنا سننا صغير، في خطوط وجه بتكون في الاماكن الجافة في الوجه، وممكن كمان تصبغات. في ناس طبعا بشرتها بتكون مختلطة وساعات بتحسها دهنية، والعكس هي اصلا مختلطة وساعات بحسها دهنية، او هي دهنية اصلا وساعات بحسها مختلطة. هو عادي جدا في الصيف، قلنا عادي جدا في الصيف دهون البشرة بتزيد، وممكن بشرة تكون دهنية في الصيف ومختلطة في الشتاء، او تكون مختلطة في الصيف وعادية في الشتاء. عشان كده ساعات بنلاقي معظم الغسولات بيكون مكتوب عليها للبشرة المختلطة الى الدهنية، او البشرة العادية الى المختلطة. نشوف بقى ايه الروتين المناسب للبشرة. هنعمل حاجة كده تكون أساسية في أي نوع بشرة، اللي هو الروتين اليومي، هو غسول تونر مرطب، وكل حاجة من دول سواء الغسول أو المرطب حسب نوع البشرة، بس نتفق إن كل بشرة لها روتين، وهو روتين الغسول التونر المرطب. أول حاجة الغسول، هو لازم غسول البشرة أو نغسل البشرة كويس جدا جدا بغسول مناسب زي اللي هقوله لكم بعد شوية. تاني حاجة ان احنا نستخدم تونر عشان البشرة تكون نضرة جدا جدا جدا، نضرة دايما. طيب تالت حاجة نستخدم اللي هي المرطبات، وطبعا زي ما قلت برضو في الفيديو اللي فات ازاي نختار المرطب الصح. بعد كده نستخدم كريمات للعيون، وبرضو كل حاجة على حسب يعني امكانياته، في حاجات سعرها قليل جدا وبتدي مفعول كويس جدا، مش لازم نجيب اي حاجة غالية وخلاص، او مش لازم اي حاجة سعرها غالي وخلاص هي اللي بتجيب نتيجة، لا كده غلط. والكريمات العيون هيبقى ليها حلقة خاصة ان شاء الله عشان نمنع التجاعيد ونمنع الهالات السوداء حوالين العينين. خامس حاجة واخر حاجة وهي واقي الشمس، خصوصا في الصيف، وخصوصا برضو ان احنا داخلين على مرحلة الصيف، فلازم يكون واقي الشمس هو بيكون اساسي جدا في الصيف، لازم. وبرضو في الشتاء يا جماعة ما نقولش برضو في الشتاء ان مش لازم واقي شمس، لا، على فكرة لازم واقي شمس برضو في الشتاء. طيب ايه انواع الغسولات اللي بتناسب البشرة المختلطة؟ مبدئيا كده قبل ما اقول انواع الغسولات الموجودة في الصيدليات والسوبر ماركت، عايز اقول حاجة ان احنا لازم نغير الغسول بتاعنا كل فترة والتانية علشان البشرة ما تتعودش عليه، وعشان البشرة تتجدد معانا وتنضف معانا وتبقى كويسة. ده اللي انا بعمله حاليا وبعمله على نفسي، لازم اغير. يعني انا مثلا مشيت على غسول حوالي 3 شهور، لازم اجيب غسول غيره
مرة تانية علشان ما تعودش عليه والبشرة تتعود على مكوناته عليه، فيبقى بالنسبة لي عادي وما حسش بفرق، ما حسش بنضارة، ما حسش بأي تغيير. تمام، فنشوف دلوقتي ايه انواع الغسولات اللي متناسبة مع البشرة المختلطة، وهنزل ان شاء الله كل صورة لكل غسول هنزله صورة علشان نعرفه ايه هو بالظبط، وبرضه هقول لكم ايه الحاجات اللي نفعت معايا وايه الحاجات اللي ما نفعتش معايا. مش لازم عشان مكتوب عليه الغسول ده للبشرة المختلطة يبقى هو يجي على وشي، ما ممكن يعمل لي حبوب، ممكن يعمل لي اي حاجة في وشي. ففي برضه انواع غسولات كتير كانت غالية 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 برضه، وبنبه تاني كانت غالية جدا برضه ما نسبتش بشرتي، فعملت لي حبوب وعملت لي حاجات مش كويسه في بشرتي، فلازم برضو هقول لكم عليها. مش اي حاجه مكتوب عليها البشره المختلطه تبقى مناسبه معايا، لازم نجرب حاجه، كل حاجه بتيجي بالتجربه. اول غسول معانا هو من ماركه بيوديرما للبشره، كلنا عارفين ماركه بيوديرما طبعا، بيوديرما للبشره المختلطه والدهنيه، الغسول بتاعها جميل جدا وان شاء الله هنزل صورته ان شاء الله. تاني حاجة غسول عندنا نوكس للبشرة المختلطة والدهنية، وعندنا نوكس للبشرة المختلطة والعادية، وحسب نوع بشرتك زي ما احنا قلنا فوق تختاري الغسول اللي انت عايزاه. وبرضو في غسول اورفليم بجل الصبار، ده سمعت عنه وقالوا ان هو كويس جدا، ده للبشرة المختلطة. في فيتشي الاخضر، الاخضر يا جماعة، فيتشي الاخضر للبشرة المختلطة. في هيمالايا بالنيم والكركم، هيمالايا بالنيم والكركم ده للبشرة المختلطة برضو. في هيمالايا بالعسل، في طبعا سينوبار للبشرة المختلطة المايلة للدهنية، سينوبار للبشرة المختلطة المايلة للدهنية. وفي كلين اند كلير الأخضر، كلنا عارفينه كلين اند كلير، وجرنير للبشرة المختلطة المايلة للدهنية برضو كلنا عارفينه، وفي بيور سكين من اوريفليم، وفي ايفا للبشرة المختلطة. اخر اتنين ده اللي هو بيور سكين من اوريفليم وايفا للبشرة المختلطة. بيور سكين دوت انا ما جربتش اي حاجة من منتجات اوريفليم على فكرة غير زيت شجرة الشاي، وكان جميل جدا. اما بيور سكين ده بصراحة ما جربتوش، بس في ناس جربت منتجات اوريفليم وقالت ان هي جميلة جدا. جربت ايفا للبشرة المختلطة كان حلو برضو. كل الحاجات دي انا ما جربتهاش، انا جربت حاجات معينه منها. انا حاولت اجمع لكم كل الغسولات الموجوده في السوبر ماركت والصيدليه، وكلهم مثلا الاسعار الكويسه اللي فيها والاسعار المتداره، يعني في السعر كويس وفي سعره عالي قوي، وبرده مش كل حاجه زي ما احنا قلنا سعرها عالي تتناسب معانا. تاني حاجة على طول التونر، ايه هو التونر المناسب معايا؟ اي تونر للبشرة الدهنية، اي تونر للبشرة الدهنية تناسب معانا، اي تونر تجيبيه. هو كل التونرز حلو على فكرة، او مية الورد، مية الورد رهيبة. في مية الورد موجودة في السوبر ماركت اللي هي او الصيدلية برضو ايفا، في زهر اليمامة جميلة جدا جدا، في العراب، في أوبال، في أنواع كتيرة جدا جدا من مية الورد. أنا استخدمت إيفا كان حلو بصراحة، واستخدمت أوبال، واستخدمت نيفرتاري كان جميل جدا برضو. برضو المرطب بقى، المرطب سواء هنجيب زيت اوريجينال او هنجيب مرطب من الصيدليه، في زيت جوز الهند جميل جدا في الترطيب، هو وزيت الارجان جميل جدا جدا. في برضو الكريمات، وزي ما قلنا برضو ازاي نختار الكريم في الفيديو اللي فات، بس زيوت برضو جميله جدا. الكريمات بقى عندنا جونسون طبعا، جونسون اللي هو البينك والازرق، في نيفيا سوفت، نيفيا سوفت ده بيكون خفيف، بلاش نيفيا العادي اللي هو الازرق ده، لا بلاش، هو تقيل جدا جدا جدا، ده عايز بشره جافه جفاف جفاف، وبعدين ما انصحش بيه اصلا البشره الجافه كمان. نيفيا سوفت بيكون قوامه خفيف شويه. في كريم فيتشي، في برضو الفيتشي ده معروف طبعا، في اوريفليم، كريم اوريفليم بجيل الصبار، في كريم ايفون للبشره المختلطه، كريم ايفون البشرة المختلطة، كريمات ايفون كلها. طيب نعمل ايه لو وشنا ناشف جدا جدا مع ان في مناطق دهنية؟ انا وشي ساعات بيكون ناشف جدا جدا مع ان التي زون وخصوصا الانف عندي دهني، اعمل ايه؟ لازم اعمل سكراب، لازم اعمل تقشير للجلد الميت، هعمل تقشير باي نوع سكراب سواء طبيعي سواء هشتريه، بس يكون طبعا خفيف عشان بشرتنا، سواء اشتريه ده لازم يكون يتعمل مرتين في الاسبوع علشان احس بالنضارة في البشرة واحس ان بشرتي وجلدي بيتجدد، لازم اعمله عشان ما احسش كمان بجفاف البشرة.
طيب اعمل ايه في المسام الواسعة بتاعت البشرة المختلطة؟ لازم عشان نقضي تماما على المسام الواسعة دي لازم نواظب على الروتين اليومي اللي انا قلته ده، اللي هو تونر ومرطب وغسول وتنظيف البشرة بالسكراب وإزالة الجلد المائي ده مرتين أو مرة في الأسبوع على الأقل، والتونر ما تستغنيش عنه أبدا أبدا، التونر أبدا اوعي تستغني عنه عشان نمنع المسام الواسعة. طيب خطوط الوجه سواء اللي لهم بشرة عادية تي زون عندهم عادي وباقي البشرة جافة نعمل فيها ايه؟ لازم الترطيب كتير كتير كتير، البشرة دي اللي هي مايلة للجفاف دي لازم فيها ترطيب كتير جدا اكتر من مرتين في اليوم، ونشرب مية كتير جدا، واكل الفواكه والخضار الاكل الصحي. طيب برضو هعمل ايه علشان الرؤوس السوداء دي تتشال او تتمنع خالص؟ اول حاجة ان احنا لازم نروح بنشيلها عند متخصص اللي هو دكتور جلدية، يعني بيشيل الرؤوس السوداء ديت من الانف، ويدينا روتين بعدها يمنع ان هي تتكون. بس لو مش مكان موثوق فيه يا ريت ما نروحش اصلا، علشان بيتكون بعدها مضاعفات وحاجات احنا في غنى عنها جدا يعني. وفي برضو لزقة بتتباع في الصيدلية لإزالة الرؤوس السوداء، اللزقة دي جميلة جدا جدا ومتجربة، هنزلوك صورتها برضو. وفي ماسك الجيلاتين، ماسك الجيلاتين ده بيشيل أي حاجة في الوش يعني، ماسك رائع، هبقى برضو أقول لكم إيه هو ماسك الجيلاتين ده. وفي الاخر كده احنا كده يعتبر قلنا كل حاجه من البشره المختلطه، بس لازم نمشي على الروتين علشان نبان او يظهر علينا الفرق في تجديد بشرتنا، في نعومتها، في نضارتها. لازم نمشي على الروتين اللي انا قلته ده، غسول تونر مرطب يوميا وما نستغناش عنه ابدا، ولازم نغير في الغسولات زي ما انا قلت علشان نحس بنضاره ونحس بتجديد في بشرتنا. واهم حاجه شرب الميه الكتير والاكل الصحي. دمتم بخير يا رب، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.